تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نرحب بفريق العمل المبدع معي اليوم في التنسيق والمتابعة، أستاذ محمد عمر، الإعداد أستاذ يوسف سعد، والمخرج المتألق المبدع دائما الأستاذ أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. مستمعين الأعزاء، نرحب بتواصلكم، نرحب بمشاركاتكم، ونرحب باقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، أول فقرة من فقرات برنامجنا لهذا اليوم مع زميلتنا الأستاذة أسماء الجناحي، ونشوف معاها أخبار السوشيال ميديا. صبحك الله بالخير أستاذة أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله، عليك وعلى كل مستمعي إذاعة ورد بي. يا صباح الخير وصباح السعادة، ودائما أستاذة أسماء نسمع منك المسجات الإيجابية، واليوم يعني يوم الخميس، نتمنى إن شاء الله من للجميع التوفيق إن شاء الله. في بعض الأشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي اللي فعلا راح تفيد الجميع، وايد وصلت أسئلة عنها، فعشان شيء نحن خصصنا نشرة خاصة بهذا الموضوع، والموضوع هو عن تعقيم المشتريات. مثلا في البداية نحن ننصح الجميع إنه ما يبالغون، يعني في أشخاص من كثر خوفهم يغسلون الأشياء بطريقة يعني وفض، يعني راح تأذيهم. يعني مثلا في ناس يغسلون لك البيض قبل ما يحطونه في الثلاجة، فيعني هذا إجراءات وقائية زيادة، يعني زيادة بس يعني الشلد مال البيض ممكن أصلا يعني يستوي، يعني يخبط وشي والبيض ممكن يعني يتلون. صحيح. فممكن يعني يغسلونه قبل الاستخدام مثلا، يعني من ضمن الأشياء اللي يعني اللي يسوونها، في ناس يغسلون الأشياء بكلوركس، هذا أنت تأكلها يعني ما يصير تأكلها بكلوركس. يعني نحن ننصح إن عدم المبالغة في أول شيء في إنه يشترون وايد أشياء، لأنه يعني يقدرون يطلعون ويجون. ثاني شيء إنه ما يبالغون في موضوع التعقيمات. نحن حطينا بعض الإجراءات اللي لازم يسوونها خلال يعني الجمعية ومن يسوون البيت، مثل يتخلصون عن الأكياس. يعني في أشخاص يستخدمون الأكياس مثل يعني السوبر ماركت وهالأشياء يستخدمونها بيريوز، لكن إحنا ننصحهم إنه لا يتخلصون حتى من الأكياس هذه خلاص موجودة. ففي بعض النصائح المهمة اللي راح تفيدهم من ضمن هاي النشرة وموجودة عبر في حسابنا في قنوات التواصل الاجتماعي. أيضا في تطبيق في دولة الإمارات يساعد في منع انتشار الفيروس، إنه إحنا كنا نقدر نساهم في هذا بهاي الطريقة من خلال تحميل تطبيق الحصن، وهو موجود في الأب ستور والأندرويد. نعم. أيضا من ضمن الأشياء إنه يعني خلافة الصيام، يعني صح نحن في فترة جائحة كورونا، لكن في بعض النصائح نحطها نحن يوميا للمساء، خاصة مثلا الأمراض المزمنة، مثلا يوم أمس مساء لازم يقطع مريض أو كم مرة يسوي الفحص مريض السكري خلال الصيام. يعني في بعض الأشخاص يبالغون في عدد المرات اللي يفحصون فيها السكري، كل ساعة خبق إيده، كل ساعة خبق إيده، لكن يعني هذا الفيديو يشرح متى بالضبط لازم يسويها خلال ال 24 ساعة وكم مرة لازم يسويها. نعم. هاي كانت من ضمن النشرات المهمة، لكن نحن ننصح أيضا الجميع باتخاذ التدابير الاحترازية، وما يطلع من البيت إلا للضرورة، مثلا محتاجين شيء يشترون شيء، والتجمعات لازم ما تكون أكثر من 5 أشخاص،
وهذا عشان صحتهم وسلامتهم، ودائما مهم التباعد الجسدي بينه وبين الآخرين، وأيضا لبس الكمامات جدا مهم. ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أستاذة أسماء، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، خلنا ناخذ معاكم هذا الخبر من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء اليوم. خبر في صحيفة البيان يقول: قريبا رذاذ ذكي يقتل كورونا فيروس. طور العلماء في هونغ كونغ طبقة واقية مضادة للفيروسات، يقولون إنها قادرة على قتل الفيروسات مثل فيروس كورونا لمدة تصل إلى 3 أشهر متتالية حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية. ويمكن لرش المطهر الجديد على الأسطح أن يحمي من فيروس كورونا لمدة 90 يوما عن طريق جعله غير نشط، ويبدأ عرض هذا المنتج للبيع في هونغ كونغ ابتداء من الشهر المقبل وبسعر 8 دولارات. ويقول الباحثون في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا إن الرذاذ الذكي يعمل على مجموعة مختلفة من أنواع الأسطح بما في ذلك المعادن والبلاستيك والنسيج بحسب موقع فيتو. وأطلق على المطهر الجديد اسم MAP1، والذي يدوم مفعوله أطول بكثير من البخاخات التقليدية التي تستخدم المبيض أو الكحول، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن فريق البحث في هونغ كونغ. مستمعين الأعزاء، بغض النظر طبعا عن إمكانية التوصل إلى مثل هذا الرذاذ وحقيقة ما يثار حوله، فإن العالم كله يترقب بكل أمل وشغف الوصول إلى لقاح مضاد للفيروس أو علاج ناجز له. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك قريبا. مستمعين الأعزاء، قبل أن نطلع الفاصل إن شاء الله وبعد الفاصل بنتكلم اليوم، معانا اليوم فريق طبي مميز من مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معاهم بيكون عن التقنيات الحديثة والذكية خاصة للمرضى مرضى السكري والتطبيب عن بعد. خلكم ويانا مستمعين الأعزاء وبنتكلم كثير في هذا الموضوع، كيف الإنسان المصاب بداء السكري يمكن إدارة حالته بالأجهزة الذكية والتطبيقات الذكية. خلكم ويانا فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أذكركم مستمعين الأعزاء تواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، حديث الساعة في العالم كلها الآن عن الكورونا فيروس والمعروف باسم كوفيد-19، والوقاية دائما خير من العلاج، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي دائما اتجاه جميع الأمراض، حيث تتبنى الهيئة منظومة متكاملة وشاملة للرعاية الصحية أساسها الوقاية، وهي تعمل دائما وبشكل متواصل لتنمية الوعي المجتمعي بمختلف القضايا والمشكلات الصحية، ومنها طبعا المشكلة العالمية المتصلة بفيروس كورونا، حيث تتخذ هيئة الصحة بدبي ضمن توجهات الدولة والمعايير المعمولة بها عالميا جميع التدابير اللازمة لهذا الفيروس وحماية المجتمع منه، إلى جانب أخذ كل الاحتياطات التي تحفظ للناس سلامتهم وصحتهم. ومن بين التدابير التي اتخذتها هيئة الصحة بدبي هي التخفيف كثيرا من مراجعة المرضى للمستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة، حيث توفر هيئة الصحة بدبي مجموعة من الخدمات من خلال التطبيب عن بعد، إلى جانب ما تنفذه من مبادرات لتوصيل خدماتها إلى المنازل. مستمعين الأعزاء، في حلقة اليوم وموضوعها مرضى السكري وأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة في مساعدتهم على التطبيب الذاتي، يسعدنا أن يكون معنا من مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة بدبي الدكتور شادي طباع، استشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتور شادي. صباح النور، هلا. الله يحييك. وأيضا الأستاذة منال بوفلاسة، رئيس قسم التثقيف الصحي بمركز دبي للسكري وأيضا قسم التمريض. صبحك الله بالخير أستاذة منال بوفلاسة.
يا هلا صباح النور استاذ عبد الله عليك وعلى مستمعينا الكرام. الله يحييكم. طبعا احنا دائما نكون سعيدين في الحديث مع يعني الفريق او الفريق الطبي في مركز دبي للسكري. مركز دبي للسكري طبعا مستمعينا الاعزاء من المراكز التخصصية، المراكز المتميزة، ويمكن المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط اللي خدماته متكاملة وشمولية بخصوص المرضى المصابين لداء السكري. وطبعا المركز يقدم خدمات فقط للناس المصابين بداء السكري سواء النوع الأول أو النوع الثاني. دكتور شادي، طبعا قبل الحديث عن التقنيات والوسائل الذكية المستخدمة في علاج المصابين بداء السكري، نود منك التعرف أكثر عن على طبيعة هذا الداء وخاصة عند الأطفال. يعطيك العافية. هلا بالنسبة لمشكلة السكري، هلا يعني في نوعين من السكري نعم. وكل واحد فيهم له خصائص وعلاج وأسلوب علاجي مختلف شوي، فلذلك من البداية ممكن نفصل من ناحية الحوار. السكري النوع الأول يحدث بالكبار والصغار، ولكن في كثير من الأطفال السكري، الأطفال على الأغلب أكثره بيكون من السكري النوع الأول، وهذا النوع اللي يتطلب إعطاء الأنسولين لأنه الجسم ما ينتج أنسولين، بعكس السكري النوع الثاني اللي بنشوف أكثر منه في البالغين والأكبر بالعمر، وقد لا يتطلب، ممكن يحتاج أنسولين، ولكن في أدوية كثير أخرى تعطى له ممكن تساعد في تنظيم السكر قبل ما نبدأ على الأنسولين. وهذا من الأشياء اللي التحكم بالوزن والأسلوب الحياة الصحي ممكن يساعد فيه أيضا. وفي الشخص ينتج أنسولين من جسمه ولكن يحتاج أدوية ثانية لتحفيز عمله، ففي فرق بين النوعين. نعم، أيضا دكتور، يعني مثل ما نحن نعرف وطبعا تعلمنا منكم الكثير دكتور، بأن يعني هناك كثير من الأسباب أنه ممكن يصاب فيها الإنسان بداء السكري، والأطفال أيضا أسباب ممكن تكون وراثية، أسباب ممكن تكون يعني زيادة في الوزن، السمنة، وأيضا مرات تكون أسباب هي يعني طبيعة الحياة أو نمط الحياة اللي يعيشها الطفل. لو تحدثنا دكتور شوية عن طرق الحماية، يعني كيف نحمي نحن أطفالنا من داء السكري؟ هلا بالنسبة للسكر النوع الأول، صراحة ما في شيء مثبت حاليا طبيا أو علميا إنه يمنع حصول السكر النوع الأول للشخص اللي عنده قابلية إنه يصير معه أو إنه راح يصير معه في المستقبل. ولكن للسكر النوع الثاني أكيد في أشياء ممكن الشخص يعملها أو الأسرة والعائلة تعملها في البيت تساعد لمنع حدوث سكر النوع الثاني، سواء الآن أو أشياء تغييرات تصير في حياة الطفل حتى بالمستقبل لما يكبر تقل قابلية السكري عنده. وأهمها أسلوب الحياة الصحي، يعني مهم جدا إنه يكون في بشكل عام نظرة شاملة للأكل اللي الطفل أو البالغ بياكله، إنها تكون في تنويع بين أصناف الأكل المختلفة، اختيار مهم لأنواع الأكل الصحية، في خضار، في فواكه، في سلطات، عدم إكثار السكر، المشروبات السكرية والغازية، الأكل الفاست فود، المطاعم والدليفري، الأكل المتأخر، وتنظيم كمياته كمان، صحيح. بالإضافة للتشجيع على الحركة والرياضة. كل هاي الأشياء من عمر مبكر إذا كانت موجودة بتساعد للمدى الطويل. طبعا أكيد أحيانا بمر ظروف زي اللي إحنا هلا فيها، اللي ممكن الشخص صعب يطلع للخارج ويتحرك أو يعمل رياضة كثير، ولكن بيحاول الشخص يلاقي حلول وإن شاء الله تتحسن الأمور قريبا. نعم أستاذة منال البوفلاسة، طبعا التثقيف الصحي سواء كان من جانب يعني
تثقيف صحي او يعني التغذوي جانب طبعا مهم. وانتم ك يعني الفريق الطبي المميز في مركز دبي للسكري يعني تلعبون دور الحقيقه كبير جدا في موضوع التثقيف الصحي. لو تحدثين استاذ منال عن اهميتها سواء في الوقايه او العلاج، وشو هي او ما هي الطرق العلميه السليمه اللي تشوفونها انتم ضروريه بخصوص موضوع التثقيف الصحي؟ طبعا استاذ عبد الله، انت مثل ما ذكرت في البدايه ان مركزنا واحد من خلينا نقول يمكن يكون الاول في الشرق الاوسط بالنسبه حق الفريق الكامل المتكامل. نعم صحيح. طبعا لو بتلاحظ حتى ان عندنا في المركز استشاريين الغدد الصماد، اخصائيين التثقيف الصحي سواء تغذوي او طبعا مثل ما تفضلت وقلت او عن طبعا من جهه التمريض. نعم. عندنا في مركزنا طبعا تثقيف بالنسبه حق الرياضه، تثقيف بالنسبه حق القدم، حتى بالنسبه حق الصحه النفسيه بعد موجود عندنا. نعم. لاحظنا استاذ عبد الله ان المريض اذا كان مو على علم ودرايه كام شامل بالادويه اللي ياخذها وبحالته وكيف انه هو يقدر يستجيب حق اي حاله، مثلا ما تفضل دكتور شادي وقال مثلا بالنسبه حق الاوضاع اللي الحين موجوده، اذا هو ما كان عنده خلفيه عن كيف يقدر مثلا اذا ما يقدر يسوي رياضه برا كيف يسوي رياضه في البيت، او اذا كان مثلا اذا هو متعود انه يطلع مثلا برا وياكل اكل معين او يطلب حتى الاكل الصحي من برا، كيف يقدر يسوي اكله في البيت وبنفس الطريقه الصحيه اللي هو لو كان بيشتريها من برا، كيف يتعامل لو هو مرض في البيت الحين او ما قادر مثلا يطلع، كيف يتعامل مع الادويه سواء كانت بالزياده او بالنقصان. طبعا نعم صحيح. يقدر اذا هو عرف كيف ما هي اعراض هبوط السكر، ما هي اعراض ارتفاع السكر، ما هي اعراض حتى بعيد الشر مضاعفات السكر، فاذا عرف هذه كلها بيقدر انه هو ياخذ خطوه لتصحيحها. نعم. ايضا استاذ منال يعني طبعا احنا اليوم دكتور شادي واستاذ منال يعني محور حديثنا مش الاطفال بشكل مباشر، ولكن نتطرق في بدايه الحوار معاكم للموضوع هذا لان ايضا هو جزء مهم. نتحدث منال عن التقنيات المستخدمه، لكننا طبعا في حديثنا يعني نبغى نعرف بعض الارشادات التي يمكن ان يستفيد منها اي اسره يعني لديها طفل مصاب بداء السكري. وايضا دكتور شادي انت تقدر يعني تدخل وتضيف على هذا السؤال، تفضلي استاذ منال. طبعا هو شوف في شغله واحده بالنسبه حق التقنيات الموجوده الحين خلينا نقول اللي يعرضها الطب حق مصاب السكري، لازم اي شيء اللي يجي في بال الاهالي انهم يشترونه او انهم يفكرون انهم يبتدون على الاطفال يستشيرون الطبيب المعالج، هل هذه هي تناسب الطفل؟ هل هي ما تناسبه؟ لاي مدى راح تفيده؟ لان في شغله تحطها في بالنا استاذ عبد الله ان هي ما بتكون علاج، انه خاص اذا هو استخدمها راح يطيب موليه مثل ما يقولون، وبعدين ان هي ما راح يعني بعد بنحتاج من جهتنا ان احنا نبذل مجهود على اساس نقدر نتعامل مع هاي الاجهزه، تعرف ان هي اجهزه ذكيه. نعم. فلازم نبذل مجهود من جهتنا احنا كأهل على اساس انه هو الطفل يستفيد منها كاستفاده قصوى منها. وبخلي الدكتور شادي بعد بغى يعلق على الموضوع. نحن استاذ منال ودكتور شادي نحتاج ان نطلع فاصل، بنكمل ان شاء الله معاكم الحديث الشيق هذا. مستمعينا الاعزاء بنرجع مره ثانيه وبنكمل الحديث مع الدكتور شادي طباع استشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري، وايضا الاستاذ منال ابو فلاس رئيس قسم التثقيف الصحي والتغذيه والتمريض في هيئه الصحه بدبي في مركز دبي للسكري. وعندنا مواضيع شيقه الحقيقه كثيره بنتكلم عنها، كيف التقنيات الحديثه والاجهزه الذكيه والتطبيقات الذكيه تفيد الانسان المصاب بداء السكري بحيث انه يدير حالته بشكل سلمي وبشكل صحيح. فاصل وراجعين لكم مستمعين الاعزاء. صحه وسعاده. مستمعينا الاعزاء يا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الاذاعي اليومي صحه وسعاده، تقدم لكم هيئه الصحه بدبي بالتعاون مع مؤسسه دبي للاعلام وعبر اثير اذاعه نور دبي. مستمعينا الاعزاء اذكركم بارقام التواصل معنا على 600551414 وعبر الرسائل النصيه القصيره اس ام اس 4006.
ومعانا مستمعينا الأعزاء في حديثنا الآن الدكتور شادي، طباع استشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري، وأيضا الأستاذة منال البوفلاس رئيس قسم التثقيف الصحي والتمريض في مركز دبي للسكري. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الأعزاء. أهلا، أهم شيء موجودين ويانا. معاك الله يهمك. دكتور شادي، طبعا مركز دبي للسكري التابع لهيئة الصحة بدبي أحد أهم المراكز الطبية والتخصصية والعلمية والبحثية المرموقة عالميا صراحة في هذا التخصص. نود منك لو تعطينا نبذة بسيطة عن مركز دبي للسكري. نعم، فمركز دبي للسكري زي ما تفضلت دكتورة منال، وجوده وأهميته وأهمية اللي بنعمله إنه عم بنحاول نقدم الخدمة الكاملة لمريض السكر، لأنه كثير من الدراسات العلمية والبحوث أثبتت إنه أفضل أسلوب للوصول إلى تحكم سكري جيد ومنع مشاكل السكري على المدى الطويل إنه يكون في فريق كامل لمتابعة كل مريض، وليس الطبيب لوحده أو التثقيف السكري لوحدها أو التغذية لوحده، إنه لازم يكون في فريق كامل للموضوع وكل واحد له دور، ما بيقدر شخص فيهم يعمل كل الأدوار خارج اختصاصه. فوجود الفريق الكامل مع أجزاء الفريق اللي بتدعم وجود صيدلية ومختبر، أخصائي فحص شبكية العين، أخصائيين القدم، أخصائي الصحة النفسية، أخصائيين اللياقة البدنية في مركز واحد وفي مكان واحد، إنه يقدم للمريض كل الخدمة مع كل أعضاء الفريق في موقع واحد بدون ما ينتقل من مكان للآخر، ووجود كل هالفريق لكل مريض، فهذا شيء مهم جدا، وأعتقد بيساعد كثير من الناس اللي متابعين عنا يحصل على خدمة كويسة وتنظيم سكر جيد. نعم أستاذ منال، يعني حديثنا نحن إذا كان اليوم يرتكز على التقنيات والوسائل الذكية لعلاج السكري، خبرينا أكثر. طبعا اليوم مركز دبي للسكري معروف يعني من المراكز، حتى عدد دكتورة منال عدد المرضى اللي موجودين عندكم اللي يستخدمون التطبيقات الذكية، وبالأخص طبعا أنت ما شاء الله يعني من المتخصصين النادرين يمكن في المنطقة اللي تديرين حالة الناس اللي مصابين بداء السكري عن طريق مضخات الأنسولين، عن طريق الأجهزة الذكية الثانية. لو تحدثين عن إمكانية مركز دبي للسكري في هذا الجانب التقني، أن كيف الإنسان أو المصاب بداء السكري أن يدير حالته بشكل صحي وسليم. طبعا مثل ما تفضلت استاذ عبد الله، فعلا احنا عندنا كم كبير من المرضى يستخدمون هاي التقنيات الموجوده حاليا او متاحه لمصاب السكري، وبالاخص هو اكثر اللي مثل ما قلنا فايز بالنصيب الاكبر اللي هو النوع الاول. اذا بنطالع لان هذا طريقه علاجه هي بس الانسولين، فيستفيد كثير من مضخه الانسولين المتواجد اللي طبعا متاحه الحين في دوله الامارات العربيه المتحده. المضخة الأنسولين، أول شيء خلينا بنعطي المستمعين الكرام فكرة ما هي مضخة الأنسولين. طبعا دكتور شادي قال أن النوع الأول ما يعالج إلا بالأنسولين، فياخذ نوعين من الأنسولين اللي هو الأنسولين الأساسي والأنسولين مع الوجبات. فقد يضطر المصاب بالسكر النوع الأول أنه ياخذ أقل شيء خلينا نقول ثلاث، ممكن يوصل حتى لست إبر في اليوم. فيأتي مضخة الأنسولين طبعا عشان تريح المصاب بالسكر من هذا الشيء، فأي تعطي مريض السكري على مدار الساعة تغطي واحدة من الإبر. هذه شغلة أول واحدة وظيفة لها، فتغطي الأساسي على عن طريق أنها تعطي كل ساعة جرعة معينة نسوي لها مثل ما نقول بريست من المركز نفسنا، إحنا اللي نحطها لها. عقب ممكن تعطي حد حق وقت الأكل يخبرها أني أنا حين باكل، فتعطي على حسب بعد إعدادات مسبقة كم بيحتاج حق هاي كمية الأكل اللي بياخذها، وإذا احتاج حق تصحيح لارتفاع السكر إذا كان مرتفع. مو بس كذي، الحين المضخات متواجدة بالسوق يا أما تكون مع جهاز فحص، مش جهاز فحص، خلينا نكون بعد مور واضحين، اللي هو إحنا نسميه سنسر أو المساعد الدكتور شادي مجسم السكر، فحص السكر. ففي بعض منهم انهم مثل ما يقولون يخاطبون بعضهم، فاذا صار في
انخفاض في مستوى السكر المضخة راح تعطيه انذار وفي نفس الوقت راح توقف من ضخ الانسولين الين ما المريض طبعا ياخذ خطوه بترفيه الهبوط او انه هو اذا كان راقد مو منتبه لها فراح السكر يرتفع الحاله. والشيء الحلو فيها استاذ عبد الله انه لو ارتفع لحد معين المضخه ترد ضخ الانسولين اللي راح يحتاجه على مدار الساعه. وطبعا هذا كله شو ما يصير في المضخه سواء المريض خذ جرعه ما خذ جرعه وقفت او اشتغلت كلها نقدر احنا نشوفها لما يجينا المريض وننزل المعلومات هاي كلها بتبين نقدر نتناقش مع المريض. وطبعا المريض يقدر هو بنفسه يشوف لو صارت في تغيرات وهو نايم وما درى عنها او ما حس فيها. نعم. فهذه بالنسبه حق مضخه الانسولين. نعم. استاذه منال ايضا احنا اليوم خلال حديثنا طبعا بتكون معنا احدى الخوات الاخت نوره السويدي وتجربه حيه بنسمع منها كيف تجربتها هي وكيف استفادت من مركز دبي للسكري وكيف ايضا التقنيات الحديثه سواء اذا كانت هي على مضخه الانسولين واي تقنيه حديثه استفادت ان تدير حالتها بشكل يعني تقني وحديث. ولكن دكتور شادي مع يعني الظروف وأزمة كورونا الحالية وتداعيات هذه الظروف ومنها طبعا يعني بقاء الناس في المنزل كيف يمكن للمصاب خاصة المصاب بداء السكري أن يتابع حالته ويحمي نفسه ذاتيا وهو في المنزل وفي نفس الوقت نحن بنحاول أن نتواصل مع الأخت نورة. تفضل دكتور. يعني هلا كنظرة عامة لموضوع تنظيم السكر بغض النظر عن الظروف الحالية بالكورونا أو عدم المخطط الأساسي المخطط العلاجي من الأساس والخطوات الأساسية للتنظيم السكر نفسها ما تغيرت وهي أنه الشخص يفحص السكر بتكرار ويظل متابع أرقام السكر يعالج ارتفاعات السكر لما تصير إذا بيأخذ إنسولين أو أدوية ثانية يأخذ أدويته بالشكل اللي ينصح فيه الطبيب ينظم أكله يحاول يعمل رياضة هاي الأشياء ما اختلفت ولكن الحيثيات المحددة لكل واحدة من هذول ممكن تختلف شوي فمثلا بهالظروف هاي يمكن قدرة الشخص الأشخاص أنه يطلعوا لبرا أو يعملوا رياضة بالجيم أو يتمشوا في الشوارع أكيد قلت ولذلك ممكن يصير في ارتفاع سكر أكثر لأنه ما حرك مع مشي أو حركة وجود أو وقت أطول في البيت يؤدي ممكن يكون ياخذ الواحد سناكس أكلات خفيفة بتكرار أكثر هذه الشغلات بدها تصير ولكن نرجع للأساس هو أنه نحاول نشجع الحركة وناخذ إنسولين للأكل اللي بناكله أو الدواء المناسب حسب شو نوع الشخص العلاجه اللي بياخده وقدر الإمكان يصير متابعات مع الدكتور بأي أسلوب ممكن سواء في اتصال بالتليفون أو الاتصال عن طريق مقسم هيئة الصحة وإحنا كأطباء برضو بنحاول نتواصل مع المرضى بحيث أنه نطمئن عليهم ونساعد بأي شيء بنقدر نساعد فيه. نعم. دكتور شادي معانا أيضا في الحديث وفي الحوار الأخت نورة السويدي. أختي نورة صبحت الله بالخير والنور والعافية. أهلا صباح النور مبروك عليكم الشهر ومشكورين على الاستضافة. الله يبارك فيك أستاذة نورة ومعانا الدكتور شادي حاليا في النقاش وأيضا أستاذة منال بوفلاسة ونحن اليوم حديثنا عن كيف التقنيات الحديثة الأجهزة سواء يعني مضخات الإنسولين أو حتى التطبيقات الذكية تفيد الإنسان اللي مصاب بداء السكري إنه يدير حالته بشكل ذاتي وبشكل صحي وبشكل سليم. طبعا تم اختيارك أنت أستاذة نورة وأنا أبارك لك الصراحة يعني جهودك وأنت إنسانة يعني منضبطة ودائما يعني على المواعيد ودائما تأخذين الاستشارات والتوجيهات السليمة لهذا السبب اختاروك أنت كيعني شخص منضبطة ومتميزة الحقيقة وأيضا سمعنا أنك ما شاء الله عليك يعني واكبتي العديد من التقنيات استخدمتي تقنيات كثيرة اللي هي يعني تدير حالة السكري وتجربة حية الحقيقة حبينا نسمع منك أختي نورة
كيف تجربتك انت من بدايه السكري؟ انا عارف ان انت من النوع الاول وصار لك يعني اكثر من 20 الى 25 سنه حاليا، انت 30 سنه ما شاء الله مصابه بداء السكري، ولكن ما شاء الله عليك يعني السكر عندك منتظم، القراءات جيده، وايضا يعني استخدامك للتقنيات الحديثه نبغى نسمعها منك، وايضا ندردش مع الدكتور شادي اذا في اي اضافه او الاستاذه منال البوفلاسه. أول شيء طبعا أنا من سكر تايب 1 النوع الأول. نعم. تم تشخيصي يعني وأنا صغيرة في العمر، فمريت بكل أنواع العلاجات خلنا نقول يعني في الدولة لمرض السكر، بس الحمد لله يعني أنا قدرت أني أمارس حياتي بشكل طبيعي، لأنه مجرد تغيير لايف ستايل يعني نمط حياة. نعم. طبعا التقنيات اللي انا مريت فيها الاخيره هي استخدام مضخه السكر، الحمد لله يعني مستوى السكر عندي من المتابعه من الدكاتره ما يقصرون ويانا، تم يعني ضبط السكر بالمستويات اللي هي يعني كثر ما نقدر ان هي تكون بالمستوى الطبيعي. نعم. طبعا بالمراجعات الدوريه باسئله الدكاتره ما يقصرون ويانا بالاجوبه والمضخة، وحاليا بعد مع المضخة نقدر نستخدم اللي هو السنسر أو جهاز الاستشعار عن بعد اللي قايس لنا السكر على 24 ساعة. نعم. فما أضطر نعم. أني أنا أقيس السكر يعني بنفسي كل مرة. صح أختي نورة، طبعا يعني الأجهزة الحديثة والتطبيقات الذكية تحتاج إلى يعني إلى من أنت ترجعين له، كيف آلية التواصل عن بعد؟ وأهم شيء هذا نحب نعرفه، يعني أنت اليوم في البيت أو إذا كنت في الجامعة أو إذا كنت في أي مكان آخر حتى لو كنت مسافرة، لو نستفيد منك العملية اللي تتم عن بعد بينك أنت وبين الأستاذة منال البوفلاسة في موضوع يعني متابعة الحالة وإدارة الحالة على جهاز مضخة الأنسولين. أول شيء صباح الدكتورة منال، طبعا دكتورة منال ما قصرت ويانا، دائما أتواصل إياها بالواتساب إذا في أي مشكلة عندي أواجهها ما بعرف كيف أتصرف، حتى في الأسئلة هي البسيطة مثلا إذا السكر كان مرتفع أو السكر كان نازل وأنا في موقف يعني ما عندي كل الأشياء متوفرة، فأتواصل إياها وما تقصر يعني تساعدنا أو تساعدني يعني حتى ما أحتاج أني أنا أزورها في العيادة، عن طريق السوشيال ميديا سواء الواتساب أو حتى إذا عندي أي معلومات أو استفسارات أشوفها في السوشيال ميديا على طول يعني أطرش لها ويجينا الجواب. نعم نورة، في الوقت الحالي مع تداعيات الفيروس كورونا ووجود الناس في البيت، لو يعني تشاركينا شوي آلية التواصل بينك وبين الطبيب المعالج بخصوص موضوع إدارة الحالة معك. اسمح لي ما قدرت أسمعك. أنا قصدي يعني في الوقت الحالي يعني المطلوب أن الواحد يكون في البيت وما يطلع إلا للضرورة، حتى يعني ذهاب للعيادات أو المواعيد تكون يعني قليلة إلا للضرورة، كيف أنت تديرين حالتك مع مضخة الأنسولين مع الفريق الطبي المعالج بالأخص يعني خلنا نقول الطبيب في مركز دبي للسكري، وأيضا دكتور شادي تقدر تدخل معنا في النقاش. حاليا طبعا بالفعل يعني احنا نواجه هذه المشكلة في موضوع ان احنا نزور العيادة، ما بنقول احنا هي مشكلة لان هو حفاظا على الصحة بشكل عام. نعم. طبعا نتواصل ويا هيئة الصحة بالاتصال فيهم اذا كان عندي اي مشكلة، او حتى عن طريق الويب سايت اللي في لهيئة الصحة في حال أني مثلاً أحتاج الأدوية ناقصة عندي، فأنا حتى ما أحتاج أني أتصل فيهم، مجرد أني أدخل بياناتي ويتم توصيل الأدوية لين باب البيت. طبعاً هذا الجهد يعني يشكرون عليه. نعم. في مركز السكر. وغير شيء مثل ما قلت قبل يعني اللي هو بالاتصال أو حتى عن طريق التواصل الاجتماعي نقدر نتواصل بالدكاترة هناك بكل سلاسة وكل سهولة.
نعم أختي نورة، بس نسمع من الدكتور شادي. دكتور شادي، موضوع التواصل عن بعد بخصوص المرضى، لو تخبرنا كيف يتم يعني في الأسبوع؟ هل يتم يعني متابعة المرضى بشكل يومي، بالأخص المرضى اللي عندهم مثل الأخت نورة عندها مضخة الإنسولين، كيف يتم آلية المتابعة مع المرضى؟ هلا في عدة سبل للتواصل بيننا وبين الجميع، وخاصة الشخص اللي بيستخدم أنواع التكنولوجيا مثل المضقة، بيكون حتى من الأساس من وقت ما اتدرب وتمرن على المضقة وصار في اتصال بدون ما حتى يحضر للعيادة، بيضطر حتى في أول فترة مع بداية المضخة يصير في اتصال متكرر مع الشخص حتى لو مش والمريض حتى لو ما كان عندنا بالمركز، وبالتالي السبل الاتصال مفتوحة وموجودة باستمرار. هلا ولذلك إذا المريض احتاج شيء معين احنا موجودين، ودائما سواء بالتليفون بواتساب عن طريق الإيميل الخاص، في إيميل خاص المرضى بيبعثوا عليه أرقام ومعلوماتهم، نتواصل معهم نغير أي شيء بيحتاجوه. حتى هالأيام طبعا بالظروف الحالية، مع أنه في هيك ظروف، ولكن إحنا موجودين وموجودين بالمركز لأنه في كثير من الحالات اللي تحتاج أنه نكون موجودين حتى نساعدهم، خاصة الناس اللي عمرها خاص، ناس اللي أرقام السكر عندها مش منتظمة. لذلك إحنا ما زلنا موجودين في المركز لخدمة الجميع، وما زال المركز مفتوح ولم نغلق الباب يوم. نعم. لأنه عارفين ضرورة وجودنا للناس. نعم. هلا اللي بيصير عادة إنه في كثير إحنا يوميا على تواصل مع المرضى اللي عندهم مواعيد قريبة، على أساس منشوف أوضاعهم، أي شخص اللي فعلا محتاج وجوده إنه يحضر ونشوفه، منشجعه إنه يجي ويحضر بالمركز بالرغم من هالظروف حتى نساعده. نعم. وطبعا مهيئين الظروف احنا هون بالمركز لاستقبال الناس بشكل آمن، عن طريق انه بنفحص المرضى والمرافقين، بنفحصوا عند الباب. نعم. نتأكد انه ما في حدا فيهم تعرض او عنده حرارة او عنده كحة او عنده اي اعراض من قبل ما يدخل باب المركز. نعم. من الأساس دكتور شادي، كل احتياطاتنا موجودة حتى نستقبل الجميع، وأي حدا بده مساعدة إحنا موجودين، والوصفات وتوفير الأدوية برضو متوفرة بطرق مختلفة حتى أنه توصل الأدوية للناس للبيت بدون ما يصير. صحيح. أستاذ منال، أستاذ منال عندك أي كلمة؟ عندنا ثانية واحدة بس، للأسف أنه وصلنا إلى نهاية الحلقة، لو عندك أي إضافة، ومعك أيضا الأخت نورة السويدي. طبعا بس حبيت اني اشكركم بعد انكم تتواصلون دائما مع مركز زي السكري، وفي هذا كله في خدمه مرضانا الاعزاء. هو صراحه ما اقول مرضانا، هم عيالي، هم يعرفون انهم عيالنا. نعم صحيح. وهذا الجميل في مركز دبي للسكري أصلا، يعني الآلية اللي تم وضعها، السياسة اللي تم وضعها في هيئة الصحة بدبي في مركز دبي للسكري، اللي هو يعني النمط العلاجي المتكامل اللي يخلق هذا النوع من التواصل المستمر. نعم. بين الفريق الطبي المعالج وبين الإنسان اللي مصاب بداء السكري. نعم. أستاذة منال عذرينا، ونحن وصلنا إلى نهاية الحلقة. أختي نورة شكرا لك الحقيقة، وشكرا لمعلوماتك الجيدة، أتمنى لك إن شاء الله دائما الصحة والسعادة. شكرا، ما قصرتوا. الله يحييك. دكتور شادي طبع، استشاري الغدد الصماء في مركز دبي للسكري، كل الشكر والتقدير لك. شكرا لك ولجهودكم، وإن شاء الله الناس تكون استفادت كلامنا اليوم إن شاء الله. أيضا الأستاذ منال البوفلاسة، رئيس قسم التثقيف والتمريض في مركز دبي للسكري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ عبد الله. الله يحييك. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى إن شاء الله أن الحلقة قدمت لكم المعلومات إن شاء الله الجيدة، وأيضا مثل ما ذكروا الفريق الطبي المعالج بأن إدارة الحالة بالأخص السكري تحتاج إلى دعم مستمر واستخدام التقنيات الحديثة المتوفرة. شكر خاص لفريقنا اليوم في الفريقني فريق المركز على كل الجهود الطيبة. تقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.